السلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه ليلة رمضانية إثنينية غراء، ونحن بست خلونا من رمضان لعام 42 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، وعبر القرآن في شهر القرآن وفي ليالي قرآنية نجمع فيها بين فصيح التلاوة والتجويد بطريقة عملية بعيدة عن التعقيد، وأيضا نطعمها ببعض الوقفات التفسيرية والفوائد التربوية التدبرية، مستعين بالله تبارك وتعالى. وقد ولجنا بحمد الله ومنته إلى الجزء الخامس بترتيب أجزائنا التي نقرأها، والذي هو ترتيبه الجزء 26 بترتيب المصحف، ونحن مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي السورة الثانية في الجزء 26. ولقد بدأنا من جزء النبأ، فيكون لنا بذلك انتهينا من جزء النبأ وجزء تبارك وجزء قد سمع وجزء الذاريات، ونحن الآن في الجزء الخامس وجزء الأحقاف من حيث ترتيب قراءتنا، كما درج عليها مشايخنا أنهم كانوا يبدأون معنا بعد الفاتحة بأواخر القرآن ثم يرتفعون شيئا فشيئا، وعلى هذا نحن درجنا. والحمد لله الأمور في خير وفي بركة مع القرآن، مع هذا الدرس الأسبوع الجميل الجليل. وليبدأ والدنا مستعيذا بسملا أو مستعيذا من غير بسملة، لأنه سيبدأ من وسط السورة. نعم، بسم الله، فضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم فلعرفتهم بسيماهم. هذه الميم العارية أو الميم الساكنة تجويديا، والعارية رسم مصحف بعد حرف الباء، فهذا إخفاء شفهي تلتصق فيه الشفتان لصقا خفيفا أو تفرج بينهما على وجهين عند القراء، والوجه الأول هو الأقرب، والوجه الثاني أول من قال به شيخ مشايخنا الشيخ عامر سيد عثمان رحمة الله على الجميع. ونعم فضل. وسيماهم يعني علاماتهم التي تميزهم، سيم الشيء علامته. نعم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذه صفات النفاق، الله يعافينا وإياكم. والله يقول لنبيه: لو أردنا أن نعلمك إياهم رأي عين لأعلمناك، لكن يكفي أننا نتكلم عن صفاتهم، وهم أيضا يلحنون بالقول، نسأل الله السلامة والعافية. دائما يقولون القول كما قال: كلمة حق يراد بها باطل. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولن يتركم يعني لن يبقسكم. نعم. ولن يخسركم أعمالكم، وهذه قاعدة أصولية. إحنا طبعا مر معنا قول ربنا تبارك وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، يعني لن يخسركم أعمالكم.
وهذه فيها القاعدة الأصولية أن الظلم مرفوع في ديننا. ما في ظلم سبحان الله. من عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا في القاعدة الأصولية أنه لا أحد يؤاخذ بعمل غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة. وهذا يدل على تمام عدل هذه الشريعة المباركة، تمام عدل هذه الشريعة المباركة. وفيها رد على النصارى الذين يزعمون أن المسيح قد نزل مخلصا من ذنب آدم ومخلصا البشرية من ذنوبها. نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. كل نفس مرتهنة بعملها، كل نفس بما كسبت. وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. نعم، إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ولا يسألكم، لا ناهية هنا، ولا يسألكم أموالكم. وهذا من فوائدها في القاعدة الأصولية، ولا يسألكم أموالكم، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، تحريم أكل أموال الناس بالباطل. سبحان الله، هذه هي أيضا في القاعدة الأصولية الجميلة هنا. ولذلك جاء تحريم الربا، وجاء تحريم القمار، وجاء تحريم الميس التي حرمت في ديننا من باب تحريم أكل أموال الناس بيش؟ أكل أموال الناس بالباطل. نعم، يسألكموها فيحفكم، يعني يحرجكم، يعني يحرجكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم، يعني يخرج برائنكم التي في نفوسكم. نعم، أيوه. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه فيها قاعدة الاستبدال. سبحان الله، الله عز وجل نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا. هذه فيها قاعدة الاستبدال، أن الإنسان إذا كفر بأنعم الله تبارك وتعالى فالله عز وجل غني عنه، عز وجل وغني عن أعماله، ويستبدله تبارك وتعالى بغيره. سبحان الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا فيها أيضا القاعدة الأصولية الجميلة، أن الناس يتفاوتون فيما بينهم، والخير منهم هو من أطاع ربه تبارك وتعالى. أحسنت مولانا، جزاك الله خير. تفضل حسن، تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. مولانا ارجع تاني، إن فتحنا لك. أنا طلعت ودخلت الشبكة شكلها، فارجع الله يرضى عليك، شنف الآذان باستفتاح الفتح يا رب. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذه الآية مهمة يا شباب، هذه الآية مهمة لأن بعض أهل البدع يقول وتسبحوه بكرة وأصيلة، هذه في حق النبي. نقول لا، حق النبي كان في الأول لتعزروه يعني تعاضدوه وتناصروه وتوقروه يعني تقدروه قدره فلا ترفعوا فوق مكانته السابقة المبارك عليه الصلاة والسلام، وتسبحوه بكرة وأصيلة هو الله تبارك وتعالى. فالواو هنا واو قطع، والجملة التي بعدها هي جملة جديدة تخص الله عز وجل، وفيها أيضا إثبات أذكار الصباح والمساء، بكرة من البكور أذكار الصباح وأصيلة من الأصيل وهو أذكار المساء. حتى قال الشاعر: أرأيت سوسة والأصيل يلفها في حلة نسجت من الأضواء. وهذه السورة المباركة سورة الفتح هي سورة مدنية، وإن نزلت في الحديبية على أطراف مكة، ونزلت في العام السادس من الهجرة لما كان النبي في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. وهذه السورة من مقاصدها الفأل والبشارة، انظر منعوا من دخول المكة من دخول مكة ومنعوا من أداء العمرة، ومع ذلك ربنا عز وجل يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماها فتحا. وفعلا بعد عامين فتحت مكة كلها وانتشر الإسلام ودخل الصحابة أعزة، ولما ودخل النبي من الثنية العليا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يعيش في الإنسان حالة من التفاؤل، يكون عنده دائما النبي يقول: وأحب الفأل، وأحب الفأل. لابد أن نتفاعل أيها الكرام الفضلاء وننظر إلى جانب الكوب الممتلئ ونستشرف المستقبل ونستشرف الخير ونستشرف البر ونستشرف البركة، ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخيض عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فإردت فأي باب أقرع. حاش لفضلك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. هذه أبيات جميلة لأبي بكر السهيلي رحمه الله، كان أعمى فألف الروض الأنف وعاش في ملقة في أسبانيا، ولقب بالسهيلي لأن المنطقة التي كان فيها يرى فيها نجم السهيل، أبدع ما أنت رائد. فلابد أن نتفاعل يا أخوان، نتفاعل
ولسان يتفاعل بالخير، والنبي كان يحب الفعل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأبي أمي عليه الصلاة والسلام. نعم أكمل أحسن الله لك. شيخ الامتحان فقط. طيب عم أبو نايف هو اللي حيوزع القراءة، يعني هو يختار ويوزع القراءة إن شاء الله عز وجل. أبو نواف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، تفضل. تحب تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. شيخ أحمد، شيخ أحمد عندك التقاء مثلين صغير. يقولون بألسنتهم ما، ألسنتهم ما. تفضل. بسم الله. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كذا شيخ مزبوطة؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أحسنت ما شاء الله. أيوه. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا. نفسها يا شيخ أحمد، نفسها. أيوة. خلي بالك الميم نفسها. لكم ما. فمن يملك لكم من شيئا. كذا شيخ مضبوطة؟ فمن يملك لكم من الله شيئا. فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى شيخ أحمد ولا يهون الإشاب أيضا كلهم. نريد إذا مررنا بحرف النون والميم أن نقف عنده هنية، بالذات إذا كانت النون في الرسم لا شيء عليها، يعني ساكنة تجويد، ساكنة حكما اصطلاحا وعارية. حنقول ظننتم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. أخت ينقى. صحيح. بل ظننتم أن لن ينقلب. لا، أنا أريد أؤكد عليني يا أحباب الكرام، التجويد هو النون الساكنة والتنوين، والميم الساكنة والتنوين، هذا هو التجويد. جل التجويد في هذا الحكم النون والميم الساكنتين مع التنوين. لو ضبطنا هذا أحسن الله إليكم، إحنا خلاص أمر التجويد بعد كده تكون أحكام الراءات والمدود والأشياء دي أخف كثيرا من ما نحن فيه. فالله يرضى عليك، تصبروا علي وتحملوني. الله يرضى عليكم. الله معليش سامحوني، لأن أنا ما أبغى أترككم، يعني خلاص أنا ما شاء الله دحين دخلنا في الجزء الخامس. لا، ينبغي نحن نكون أكثر ضبطا للنون الساكن والتنوين، والنون الساكن والتنوين. الله يرضى على وجوهكم الكريمة. نعم. بل ظننتم أن لا ينقلب. لا، شوف أنت عندك نون وراها نون، واحدة منها أيوة ساكنة، واحدة مقطوعة واحدة ساكنة. أحسنت. هذه الساكنة اللي هي لا شيء عليها أنا أسميها، يعني كما في الكتاب حقي بتاع الإعجاز القرآني في رسم العثماني أسميها نون عارية، وفي الاصطلاح نون ساكنة. بل ظننتم. نعم.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرحلين. ممتاز. اللي شوف النون الأولى دخلت في اللام إدغام كامل، والنون الثانية دخلت في الياء إدغام بغنة إدغام ناقص. اللي ينقى، والنون بتاعت ينقلب دخلت في القاف إخفاء حقيقي. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. نعم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. الرسول فاعل، الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم. لا 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 لا, لا. وظننتم هذه أيضا. وظننتم ظن السوء. طيب السين باشمهندس أحمد، السين فضيلتك إيش عليها السين؟ السين مشددة يا شيخ، شدة وفتحة. أي نعم صحيح. أيوة هذه تسمى هذا يسمى الوقف، هنا وقف اللين. يجيك حرف المد الألف أو الواو الياء مفتوح ما قبلها، فنقول وظننتم ظن السوء، وليس السوء. ما هي مادية، لا هنا لينة لأن مفتوح ما قبلها. السوء تفضل. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. عيد ثاني. وكنتم قوما بورا. قوما أو تنوين بعد حرف الباء الإقلاب. وكنتم قوما بورا. وكنتم قوما بورا. كده مزبوط يا شيخ؟ أيوة قوما بورا. وكنتم قوما بورا. لا اتكي عليها شوية، انتظر. قوما بورا. وكنتم قوما بورا. نعم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. لا هنا إدغام بدون غنة. غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. أيوة. سيقول المخلفون أئذا انطلقتم. سيقول المخلفون أئذا انطلقتم إلى. يا شيخ أحمد، عندك همزة قطع مكسورة وليست همزة استفهام. ما هي همزتين؟ سيقول المخلفون إذا. المخلفون إذا. إذا انطلقتم كذا شيخ مزبوطة. سيقول المخلفون إذا. اللام مضمومة أحسن الله إليك، ضم فيها الشفتين. طيب. سيقول المخلفون أئذا انطلقتم. لا أبدا، هي سهلة يا شيخ أحمد. المخلفون إذا على طول. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها.
مضبوط كده يا شيخ؟ ايوه بس انا مش عارف هل المصحف اللي معاك انت صغير ولا ايش؟ مصحف وسط شيخ، مو صغير ولا كبير. طيب سيقول المخلفون نظري كده اليوم ايوه معلش الله يديك الصحة. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون لا 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 لا. هي مجزومة ذرونا نتبعكم مزبوط كده شيخ؟ ذرونا نتبعكم ويريدون لا 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 ما في واو لا على طول يريدون أن يبدلوا كلام الله صحيح يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أنت رجل شيخ أحسنت بارك الله فيك أحسنت يا باشمهندس لك الله خير نعم وصح أعوذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون أولي الياء المادية أولي بأس شديد قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وهذه من فوائدها الآية هذه القاعدة الأصولية المشقة تجلب التيسير وأيضا الضرر يزال والحرج مرفوع وأيضا من فوائد هذه القاعدة الأصولية أن أهل الأعذار تكاليفهم تختلف عن أهل الصحة الإنسان المعذور في التكاليف يختلف عن الإنسان الصحيح فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم تفضل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة فخم الغين المفتوحة وراها حرف الألف هذا تفخيم من الدرجة الأولى وما غو ومغانم كثيرة لا انتبه ما تفخمش الميم ما تقولش غو أيوة لا احنا عايزين نفخم الغين ومغانم كثيرة يأخذونها كده صحيح؟ أحسن وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم لا وعدكم ما أبغى المطة لا أريد المطة هذه مش حكيمة نجيبها لا حكيمة ينقطع الصوت مع الألف ولا يمتد فيصبح هاء وهذه كثيرة عند القراء حكيمة ما هكذا نعم وكان الله عزيزا حكيما أيوة. وعدكم الله مغانم كثيرة لا تختلس وعدكم الله
وعدكم الله. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. النون المشددة لسنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا. جزاك الله خير. باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. دعوني هنا أعطيكم طرفة. قرأ يوما أحد الناس هذه الآية فقال للشيخ: من هو الصحابي كوفا؟ من هو الصحابي كوفا؟ فقال الشيخ: يا بني لا أعرف صحابيا اسمه كوفا. قال: بل ذكره الله في القرآن. قال: وأين هذا يا بني؟ قال: تعالى والهدي معكوفا. قال: نعوذ بالله منك. معكوفا يعني معقلة، مش معكوفة يعني معكوفة. سبحان الله. وهذا يدلك أخي الحبيب أنه لا بد أن الإنسان يقرأ القرآن على شيخ ليعلمه. منهم من قال في قول ربنا عز وجل: ما اسم أخي يوسف؟ قالوا: نكتل. قال: وما الدليل؟ قالوا: فأرسل معنا أخانا نكتل. لا يا حبيبي، نكتل من الكيل وليس اسمه نكتلا. نعم تفضل. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تزيلوا يعني لو بانوا ووضحوا معنى هذا، أي تميزوا. هذا معنى تزيلوا، يعني لو تميزوا لعذبنا، يعني عرفوا من وسط الناس. نعم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن
شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صوت قطع يا شيخ الأخ برضو ما أكمل الصفحة باقي آية إيش؟ ما أقولك ما أقرأ في لا تخافون بعلي ما لم تعلموا بعدين صوت قطع من عندك أيوة. قلنا على ظن قلنا الجاهلية ذكرت أربع مرات مضافة في القرآن وكلها مذمومة تحذير من الله لنا وهو ظن الجاهلية فحكم الجاهلية تبرج الجاهلية حمية الجاهلية كما في سورتنا هنا فهذه أشياء ينبغي الإنسان أن يتجنبها وتبرج الجاهلية اللي هو عند النساء وحمية الجاهلية اللي هو الإنسان يكون عنده حمية لعشيرته أو لعائلته أو إلى غيره أو إلى غير ذلك فكما قال الشاعر أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن فخر الناس بقيس أو تميم نعم أكمل أحسن الله لك تفضل فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا انظروا الفعل هنا الفعل مع انه بعد سنتين لكن كل ما هو آت قريب انما توعدون لآت وكل ما هو آت قريب وكل ما هو آت قريب نعم تفضل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلوا وعليكم السلام تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله يا سلام هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية جمعت كل حروف الهجاء في اللغة العربية احفظوا المعلومة هذه يا أحبابي هذه الآية جمعت كل حروف الهجاء في اللغة العربية هي وآية أخرى في سورة آل عمران نعم تفضل والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تنوين بعده الميم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ديماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم وهذه السيما تكون يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من أثر الوضوء والغرة هو البياض في الجبهة والتحجيل هو البياض في قوائم الخيل فيكون يعني عندهم بياض ونور في الجبهة وفي أقدامه من أثر الوضوء نعم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
فاخر الراء مغفرة. طيب. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لا لا لسه الراء أيضا رقيقة. مغفرة راء راء مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. منهم هنا لا تفيد التبعيض، هنا تفيد الجنس، يعني الصحابة كلهم الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك كلهم غفر لهم وينتظرهم عظيم الثواب والأجر عند الله يوم القيامة. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون الصحابة وعلى الرافضة وأمثالهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذه سورة الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من حجرات يتنزل فيها القرآن ويأتي فيها الوحي على العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ختمت سورة الفتح بصفات أهل الإيمان، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، واستفتحت بالكلام عن الأدب مع رسول الله. لا تقدموا، لا ناهية، وهنا معناها لا تقدموا يعني لا تردوا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأهوائكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أريدكم أنكم تعددوا لا الناهية كم مرة ذكرت هنا. لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، حتى يجدوها. هذه تسمى سورة الآداب، سورة من يريد أن يتأدب، وكلكم أهل أدب إن شاء الله يدمن قراءة سورة الحجرات، أعني مع التدبر، لأن هذه السورة من مقاصدها السلام المجتمعي وحفظ مجتمع المسلمين بعيدا عن كل تجسس وظن سوء وافتئات على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ الناس سورة الحجرات وتدبروها ما تجرأ أحد أن يرد حكما من رد سنة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما كان وسعهم إلا كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. وبالمناسبة سورة الحجرات فيها رسائل ماجستير ودكتوراه موجودة في المكتبات على الشبكة، على شبكة العالم الإنترنت، وفي جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود رسائل ماجستير ودكتوراه في سورة الحجرات. نعم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن قلوبهم للتقوى. مين اللي امتحن فلانة؟ نعم. امتحن الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا لا عندنا مشكلة في المغفرة. لا لا ورقق ورش كل راء سكنت قبلها الكسرة أو الياء مسجدة. لا احنا بنفاخم هنا. مغفرة راء راء راء. طيب الشيخ. لهم مغفرة وأجر عظيم. يا سلام. إن الذين
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. انتهى الوجه، خلص يا شيخ. أحسن أبو سعيد، جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير أبو سعيد، تفضل. يمكن في الشيخ بيعلق تعليق ولا شيء؟ إن شاء الله إن شاء الله. أبشر اختار واحدة. أبشر أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تنوين بجهالة إنثى. أحسن الله إليك شيخ. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيع أن فيكم. أحسن الله إليك. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمه. لا تقلقل القلب ولا تقلقل العين. فضلا من الله ونعمة. أحسن الله إليك. فضلا من الله ونعمة. لا مش فضل، لا امسك الضاد، شد يدك لما تنطق الضاد، اقبض على الكفين. فضلا من الله. أحسن الله إليك. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لا لم لا بئس الاسم أحسن الله إليك.
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أبو موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أبا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل له أن يأكل أحدو دو 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 الدال مضمومة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما النون المشددة إنما أحسن الله عليك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الإسلام لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أحسنت. أحسن الله إليك. جزاك الله. أتمنى يا شيخ كده جزاكم الله خير. ما شاء الله جلسة مباركة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين مأله وخصته. نتقبل منا ومنكم. اللهم احفظنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سامحونا أنا في طريق سفر فكانت أمر بين جبال وكذا فلذلك كانت تقطع الصوت يعني سامحوني. جزاكم الله خير. الله يجزيكم أمانتك يا شيخ خاتم الأعمال. أستودعكم الله. ترجع سالما غانما يا رب. دعواتك لا يا شيخ على هذا الإنسان من دعاك. الله يصدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه. غدا على موعدنا إن شاء الله الدرس إن شاء الله. بإذن الله. السلام عليكم. مع السلامة أحبابي. مع السلامة. السلام.